به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوافل تقرب الإنسان إلى الله جل وعلا، خصوصا نافلة الليل، صلاة الليل. كذب من زعم يصلي صلاة الليل ويجوع النهار. يا علي، إذا أردت خير الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت خير الآخرة فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت خير الدنيا والآخرة فعليك بصلاة الليل. صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عنه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الإمام علي عليه السلام فدي يوم كان جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيش قال له؟ قال له: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، 3 مرات لأهمية صلاة الليل. قال الإمام الصادق عليه السلام: صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: صلاة الليل سراج القبر، صلاة الليل فراش القبر، صلاة الليل أنس القبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوه، قالوا له: يا رسول الله، لماذا أهل الليل أهل الإيمان، لماذا أهل الإيمان وجوههم نيرة منيرة، ليش بيضاء منيرة؟ فاش قال النبي؟ قال: خلوا مع الله. شوف، خلوا مع الله فكساهم الله من نوره. صلاة الليل تورث الشرف. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في هذه الرواية: شرف المؤمن صلاته بالليل. لله قوم إذا ما الليل جنهم قالوا قاموا من النوم للرحمن عبادا، هم إذا ما بياض الصبح لاح لهم
قالوا من الشوق ليت الليل قد عاد.